خصنا نهضوا على اصلاح الانظمه ديال التقاعد، لان الا خلينا الانظمه ديال التقاعد غاديه بوحدها غتمشي للحيط. دوك ما يمكنش، دوك هذا مسؤوليه ديال الجميع. دوك خصنا نبداو في هذا سبتمبر اكتوبر. بدينا تناقشنا، عرفتوا الدوله شنو هو التوجه ديالها يعني في هذا النظام، وعرفنا شنو هو التوجه ديال النقابات، واش اللي مقبول واش اللي ما مقبولش. دابا خاص يعني ابتداء من سبتمبر نبداو لي نيغوسياسيون لي ديسكوسيون باش هادوك الصناديق يمشيو للمدى ديالهم اللي خصهم يمشيو ليه، ونشوفوا شنو هي الدوله غادي تعمل، وشنو المشغل غادي يعمل، شنو العامل غادي يعمل، كل واحد اش غادي يعمل، ويكون واحد التوازن وما يكونش ثقل على واحد الجهه. وهذا الشيء الا بديناه في سبتمبر انا كنتمنى انه هذا مشروع خصنا نفضيوه في افق 2025. 2025 سي لاني ان شاء الله اللي نمشيو فيها ديال الاصلاح ديال الانظمه ديال التقاعد.